أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنجاح جهود وساطة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية واوكرانيا. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الاماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية وتخفيف تداعياتها الانسانية، مؤكدة دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية لوقف اطلاق النار وايجاد حل سياسي شامل ودائم لانهاء الازمة. بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبما يسهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي